إنه أحد أهم معالم مدينة بوينس آيرس الأرجنتينية، مسرح كولون الذي يتعرش شارع خوليو الكبير منذ عام 1908 يعتبر من أفضل مسارح الغناء الأوبرالي في العالم، ولكن واجهته اختفت عن أنظار الأرجنتينيين في الأربع سنوات الماضية بسبب عملية ترميم واسعة. اليوم واستعدادا للاحتفال بالذكرى المئوية الثانية لاستقلال البلاد، ستفتح هذه التحفة المعمارية أبوابها من جديد. نحن في البهو الرئيسي للمسرح، يمكننا رؤية القبة المثمنة وزجاجها الملون والذي صنع في دار جودان بفرنسا. إنها معجزة أن استطعنا ترميمه كليا. التحدي الأكبر كان تجهيز هذا المبنى بأحدث تكنولوجية العصر والمحافظة على قيمته التراثية. نظام كهربائي وتكييف هوائي. لقد تم تجنيد أكثر من 500 عامل وصرف حوالي 100 مليون دولار لترميم عصرنة مسرح كولون الذي يتسع ل3000 متفرج، ما يجعله أكبر دار أوبرا في أمريكا اللاتينية. تعالت على خشبته أجمل الأصوات العالمية كماريا كالاس ولوتشيانو بافاروتي. مسرح كولون يعكس ما هو جيد في الأرجنتين. لقد ارتكبنا الكثير من الأخطاء في العقود القليلة الماضية وتدهورت أوضاع الأرجنتين. ترميم مسرح كولون هي طريقة للقول أننا قادرون على القيام به وكذلك تحقيق الكثير من الأشياء العظيمة وأننا أهل لها. الأسبوع المقبل سيتمكن الأرجنتينيون من اكتشاف مسرحهم المفضل من جديد على إيقاع أنغام بحيرة البجع لبوتشيني.